معك محمد السملالي رئيس جمعيه بائعي السمك بالميناء. الثمنه شويه مرتفعه، كاين الثمن شويه بسبب الاحوال الجويه، اما كما كتعرفوا راه كاين شويه الموفيطون دابا، ومن بعد ان شاء الله راه ربما على غالب كيقولوا الناس بانه السيمانه ان شاء الله غادي يكون الثمن مزيان. كاين الحوت، ماشي ما كاينش الحوت، كاين الحوت غير الثمن شويه طالع. الجوده كاينه، الجوده راه حنا كجمعيه كندوروا من الصباح للصباح كنشوفوا مانعين الحوت ديال الكارطون. الصباح كندوروا حنا المكتب كامل كيدور كيشوف الطواب اللي فيها الحوت. الكارطون ممنوع، الكونجلي ممنوع، شي حاجه اللي ناقصه ممنوعه. انت كتشوف الا درتي ان شاء الله راه تبان لك كلشي الجوده كاينه، والمكتب كيضمن الجوده هنا في مارش، يعني 100% ما عمر شي واحد جا تشكا ولا. الحمد لله الامور بالنسبه للجوده ديال الحوت راه كاينه. والثمن بالنسبه اللي طالع بزاف هو شويه القمرون، كيستهلكوا الناس دابا في رمضان، داير 120 درهم 130 درهم. الميرنو 60 درهم، السول 60 درهم، الشرغو 60 70. يعني ما كاينش شي ثمن طالع بزاف كاع اللي هذا، ولكن نتمنى الله من الله يكون خير ان شاء الله. الأثمنة اليوم صبحت مرتفعة شوية، الثمن مرتفع في الحوت، كاين الحوت كاين الجودة ولكن الثمن كاين شوية، فهمتي الكليان كيساوم كيلقى الكروفيط 180 درهم، فهمتي ما كيقدرش ياخذ، فهمتي الناس الله يحسن العون الناس تقادت شوية، كاين الثمن، الميرنا دايرة 70 درهم، كانت دايرة 1000 ريال دابا 70 درهم، ولكن مع رمضان كاين الجودة، كاين الدرعي تاو داير 120 درهم، كاين الشرغو داير 80، كاين 70، كاين 65، داك الشيء على حسب، حتى الدرويش تاو هي دابا كاينة منزلة، كاينة موفيطة، فهمت كاين موفيطا والفليك وداك الشيء خارج الروطان، هذاك الشيء علاش الثمن مرتفع شويه هي غترخى في الوقتيه شويه من هنا للقدام، غترخى واحد السيمانه ولا شنو غيرجع الثمن كما كان الاصل ديالو. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.